طلع كرة ببراعة وإتقان ضربة ركنية. تالت ضربة ركنية من ناحية اليمين راح لها المرة دي وليد على الأرض لعبد الجليل اللي عمل الصاروخ الجميل قوي. عرضية ومحمد رمضان جوه الجول. جول 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 جميل يا واد يا محمد رمضان يا أستاذ أستاذ ألعاب الهواء تخصص ألعاب الهواء محمد رمضان ياخد كرة جميلة من تسقيطة أجمل من وليد صلاح الدين ويثبت فيها محمد رمضان إن هو ضمن ملوك ألعاب الهواء في مصر حتى هذا الموسم. برافو محمد رمضان. الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 20 من الشوط الأول يحرزه محمد رمضان.